الخيم إلى تلك المناطق إلى المناطق لتأمين حماية الثروة الحيوانية. أيضا تركيا ضمن أعمال خطة التدخل قامت بجميع خطوات خطة التدخل التي هي محددة من قبل بتنسيق وإشراف مباشر من إدارة أفاد وتنسيق محلي من قبل المحافظات في كل محافظة والوزارات. أيضا بدأت أعمال الإنقاذ ونحن هنا نحقق التواصل مع مناطق الكوارث، ننسق التواصل مع المناطق بخصوص المساعدات. تلقينا اتصالات كثيفة من العديد من الدول وأفدنا وصرحنا بأننا يمكن أن نقبل المساعدات الطبية، ووزارة الخارجية تواصل التنسيق ذلك الشأن. أيضا نتلقى طلبات كثيرة من مواطنينا ممن يرغبون في مساعدة إخوانهم ويقولون أن كيف يمكننا أن نساعد إخواننا. نحن هنا طبعا اتخذنا التدابير اللازمة كي لا يساء استغلال هذا الأمر من قبل بعضهم. سيتم تنسيق وتأمين توصيل شبكة المساعدات هذه بين والتضامن بين المواطنين، وسيتم إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين. في هذا الإطار هنالك حسابات بنكية سيتم الإعلان عنها في موقع آفاد لاستقبال المساعدات، ليقوم المواطنون بالمساعدات عبر بواسطة آفاد. ونحث المواطنين على القيام بالمساعدات عبر هذه الشبكة عبر آفاد. مرة أخرى أعزي شعبنا وأتمنى لهم السلامة، وأسأل الله أن يقينا مثل هذه الكوارث. نسأل الله أن لا يبتلينا بمثل هذه الزلازل، لكننا نحن نعرف وندرك جيدا أن تركيا منطقة زلازل، لا مفر لنا من هذا. وندرك أيضا أن ما يقتل ليس الزلزال بل المباني غير المجهزة للزلزال، ومن ثم فيجب التحضر جيدا للزلزال قبل الزلزال، هذا مهم جدا. ومن هنا نستفيد الدروس اللازمة ونسير وفق نحو تركيا جاهزة أمام الزلازل، وبقيادة وريادة رئيس الجمهورية مع الوزراء، وإن شاء الله نستفيد من هنا درسا كبيرا. لكن ما نركز عليه الآن هو حجم التدخل وتأمين إيواء مناطقنا وإنقاذ من هم تحت الأنقاض سالمين. هذه أولويتنا ونقطتنا الأساسية، تأمين الإيواء والغذاء هذه أولويتنا الثانية، طبعا تحقيق تواصلهم مع أهاليهم، وإلى جانب البنية التحتية أيضا إن شاء الله ستقف مناطقنا مرة أخرى، المناطق الكوارث هذه بعد الزلزال تقف على قدميها مرة أخرى إن شاء الله. هذا زلزال كان شديدا، كان زلزالا قويا ومؤثرا. بالتضامن والتعايش وتضامن كافة عناصر الشعب يمكننا أن نواجه هذه المخاطر، أؤمن بهذا جازما. أتمنى السلامة مرة أخرى لشعبنا، وأشكر كل من كان داعما لهذا، والسيد رئيس البرلمان والوزراء. نحن في أردغان، نحن في أنقرة نقوم ونواصل بأعمالنا.